محمد يا محمد يا زيف. ايوه سمير بيه. انت مين؟ انا هاله. مين هاله؟ انا شغاله جديده هنا في المطبخ. محدش قال لي يعني. طيب تعرف تعملي قهوه؟ طبعا هاله. طب لحظه تعرف قهوتي ايه؟ لا مؤاخذه، قهوه حضرتك ايه؟ مظبوطه وبسرعه. ايوه جيبيها الاوضه. حاضر يلا. ما تيلا عليا. نعم يا استاذ سمير. خرجتي البدله؟ هي على السرير. طب كويس. القهوه يا سمير بيه. ممكن تحضر الحمام؟ طي عندك. حاضر. خدمه تاني؟ لا متشكر. أي خدمة تانية يا أستاذ سمير؟ لو سمحت بس بعد ربع ساعة ارجع عشان تساعدني في اللبس. حاضر، تحت أمرك، عن إذنك. ايه مالك يا عليا؟ في حاجة مضايقاكي ولا ايه؟ قلبي مقبوض وقلقانة قوي. من ايه؟ سمير بيه مش مطمنة له خالص. يا عليا انت مش هتلاقي ناس أطيب ولا أحن من اللي موجودين في البيت هنا. ايوه بس هو مش مريح حبتين. طب تعالي وقعدي. دي بنت الله يرحمها كان عندها 6 سنين، ودي الست ايمان مراته، كانت ست حنينه جدا وقلبها كبير، ما كانش حد يشوفها الا كان لازم يحبها. وايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت كانت عايزه تسافر الساحل، هم عندهم فيلا هناك، والمكان اللي اتقلبت فيه العربيه ما كانش فيه ناس ولا اسعاف عشان حد يلحقهم. واول ما فاق الدكاتره قالوا له انهم لو كان لحقوهم قبلها بساعه كان ممكن يبقى فيه امل. عشان كده تلاقيه دايما متضايق وعصبي ومتضايق من الناس، حاسس انه مش هو لوحده السبب في موته. هني حلوة قوي، ما خدتش بالي لغايه دلوقتي. قولي يا علي. لا انا مش علي، انا هال. امال فين علي؟ معرفش. هو حضرتك مش شربتش القهوه ليه؟ ما عجبتكش ولا ايه؟ لا انا بشربها برده. ممكن تلبسيني الجاكيت لو سمحتي؟ قوي قوي. بعد اذنك ايدك. ماشي ماشي تمام. هدلك بس الجاكيت. خدمة تانية؟ شكرا. طبعا إذنك.
أنا أصلي قلقانة قوي وفكرت في كل كلمة أنت قلتها، وبصراحة والله مش عارفة أنام يا أستاذ أمير. أنا كنت لسه هقعد على القضية بتاعتك وكنت هكلمك أنت وجليلة تقعدوا معايا هنا. أنت طلبت مني أسأل عليه وعلى أي حد من طرفه. عايز أقول لك إن عمر اللي كان معاه لقيت حاجة في المكتب خاصة بيه مهمة قوي وأكيد هتفيدني. هايل، إيه هي؟ لقيت صورة لرخصة عربية خاصة بيه في المكتب، كانت في ملف من الملفات. أكيد كان بعت حد يعمل له شغل في العربية أو يشيل له مخالفات أو يدفع له مخالفات أو نسيها. حلو ده، طب فين الرخصة دي يا سلمى؟ هاتيها أنا عايزها. أهي. حلو قوي ده. شوفي، عن طريق صورة الرخصة دي هنوصل لعمر، ولما يجي عمر هنوصل لإيهاب بإذن الله وهنعرف مكانه فين. بس أنا عايز أسألك حاجة، هو أنت ليه ما بلغتش الشرطة؟ هو أنت متخيلة إن ده لو في ذرة لمصلحتك أنا ما كنتش عملت كده من ساعتها؟ يا بنتي أنت شايلة قضية كبيرة جدا، ولو بلغنا الشرطة هيحصل شوشرة، ولما يحصل شوشرة البنك هيعرف، والبنك لما يعرف مش هيسكت، وإحنا مش عايزين ده دلوقتي. احنا عايزين نتصرف بهدوء جدا علشان انتي وجليله تبقوا زي الفل بره القضيه ونشيل القضيه اللي عملها. في حاجه تانية بس انا بصراحه محرجه منك ومش عارفه اقول لك ايه. لا حاجه تانية ولا تالتة، ما تقوليش حاجه يا سلمى. انا عارف انت هتتكلمي في ايه كويس. شوفي، انا واخد القضيه دي لسببين اتنين. اولا انتي بنت حتتي ولا يمكن اسيبك في المأزق اللي انتي فيه ده خالص. بس دي اتعابك وانا استاذنك. استني بس لما تعرفي. ثانياً دي قضية كبيرة وأنا لسه فاتح المكتب، وإن شاء الله لما نكسب القضية دي هيحصل صيت جامد جداً للمكتب ومش هلاحق على الشغل، يعني في مصالح متبادلة، فاهماني؟ والله العظيم أنت بتحرجني بذوقك. بصي، لو اتكلمت في الموضوع ده تاني بجد أنا هزعل منك. وفي حاجة تانية أنا عايز أقولك عليها، لو سمحتي غيري أسلوب حياتك، ما تندفعيش وتعملي أي حاجة كده، لازم تبصي الموضوع بمنظور بعيد، فاهماني؟ هتصدقني لو قلت لك إن أنا ندمانة؟ بصراحة لا، مش مصدقك. عندك حق، بس أنا أصل أنا بحاول أبين إن أنا مش هاممني وأنا زي ما أنا، خايفة من شماتة الناس فيا، أصل أنا كنت وحشة قوي. ده حلو قوي إن أنت تعترفي بخطأك، ده في حد ذاته شيء هايل. أصل لو الناس في الحارة عرفوا اللي حصل لي دول هياكلوا وشي، أصل أنا كنت بتمنظر بيه منظرة الله يخرب بيت أم ابن الكلب. كل مخي والله العظيم. هو ما كلش مخك ولا حاجة يا سلمى، انت كان عندك استعداد للي حصل وهو استغل ده فيكي. بس عارف في حاجه شغلاني كده وعماله افكر فيها ومش قادره اصدقها. ايه هي؟ يعني انا ممكن اروح لاي بنك واخد قرض بالملايين وامشي كده من غير اي مشاكل؟ لا طبعا، لا انا ولا انت نعرف نعمل ده، لكن نصاب زي ايهاب دايما عنده الحجه وبيعرف يعمل ده كويس قوي. متشكره ليك، متشكره لوقفتك معايا. عن إذنك. نورتيني يا سلمى، مع السلامة. شكرا. مع السلامة، تفضلي.